عقد المؤتمر الجهوي لجهة الساقية الحمراء اللي كان فيه حضور مكثف للمناضلين التجمع الوطني للأحرار واللي فاق التقدير واللي كان تقريبا يفوت 1100 من المناضلين والمناضلات التجمعيين اللي كانوا طرحوا العديد من التساؤلات والمداخلات والمشاكل اللي مضطرة منها الجهة والجهة وكان السيد الوزير أعطت في التعقيب على جميع التدخلات وجاوب على جميع التجاوزات مشكور واللي نطلبه من الحزب أنه يعاون جميع مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار. وفي النهاية نشكره السيد الرئيس على الاهتمام الكبير اللي أعطى جهة العيون الساقية الحمراء، الله يجزيه بخير. ونشكر الإعلاميين اللي حضروا معنا جميعا، كما نشكر المناضلين جميعا على معنا ومن سفر من الأقاليم المجاورة، والله يجزيهم بخير وشكرا.